احنا رجعنا لكم يا اصدقائنا مباشره على الهواء. بس نرحب بالفنان الملحن والمرنم يعقوب عبيد. نحن معه اليوم لنحكي اكثر واكثر عن مسيرته التلحينيه والفنيه، وايضا يسمعنا من ترانيم الجمعه العظيمه. اهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح النور، كيفك اليوم؟ لك سحر ولكل مشاهدين الاو تي في. الحمد لله، نشكر الله، هذا اليوم كثير عظيم. يعني هذه هالمناسبة نحن نعتبرها أعظم، يعني حدث صار بالكون، صار وراح يصير وما عادش يصير أهم منه إلا بعد أكيد يعني مجيء الرب تاني. يعني كمان هذا الحدث راح يكون كلنا منتظرينه. أكيد يعقوب، يعني سمعنا هيك شوية دندنات على الجيتار، ولكن قبل لكل الأصدقاء يلي هلأ انضموا لرفقتنا، خبرنا عن هالمسيرة، وين ابتديت؟ حضرتك فنان وملحن ومرنم، خبرنا عن هالمسيرة. المسيرة ابتدت مثل أي شاب هيك عنده موهبة حلوة، بلش من مدرسة للبيئة للمجتمع، بعدين اشتركت ببرنامج سيديو الفن مع الراحل الكبير الله يرحمه سيمو أسمر، خدت الفضية، كل عالم بتعرف عن أغنية كلاسيكية لبنانية، نجحت. وبعد 3 سنين جيت لعند رب يسوع، صار معي اختبار كتير قوي سنة 2013. فينا نعرفه؟ أكيد، هيدا أهم، لازم نعرفه بهيك مناسبة. مش بس نرنم، لازم نحكي للعالم حتى يعرفوا مين يسوع، يعني لأنه هيك الله بده أصلا. أنا ولدت ببيئة غير مسيحية، واهلي اكيد يعني بيحبوا يسوع وكانوا يعلمونا على هيدي التربيه. بس انا لما صار عمري من بعد استوديو فان ب3 سنين، يعني صار عمري يعني 28 سنه، عرفت الرب. وكانت الرحله ضليتني سنتين اتعرف مع يسوع، بس مش كنت قادر صدق ليلتها سنه 2013، مش كنت قادر صدق انه يسوع هو الله. هيدي شغله كانت كثير كثير كبيره. حتى هلا اللي عم يسمعونا المسيحيه وكل الطوائف رح يقولوا في شوك كبيره، انه معقوله الله هالعظيم هالقدوس هل عنده كل هالقوه مالك الكون كله رح يصير بشر؟ فهيك انه في بحسوا نوع من عم نقلل شوي من عظمته، او بيقولوا الاثنين مظبوط. ليه هن اثنين؟ ليه يسوع ربنا؟ مظبوط. اذا مش فايتين الى جوهر الايمان المسيحي. فالفكره انه انا ما كنت قادر صدق انه يسوع هو الله. لما كنت عم بقرا بالانجيل: لا تحلف بالسماء لان عرش الله، ولا بالارض لانها موضع قدمي. قلت معقول انا بحب يسوع وبحس فيه هيك بقلبي، بس ما كنت قادر صدق انه هو الله، غير لما فت على غرفتي سنه 2013 سالته: يسوع انت مين؟ شو قال لك؟ قال لي انا الله بوضوح. ومن هذيك اللحظة تغيرت كل حياتي، من 2013 لهلأ نحن 2024، يعقوب القديم تغير، صار في يعقوب جديد. شو كان اسمك؟ يعقوب. من الأول يعقوب؟ آه، وبعدني يعقوب. مش أنه يعني ما تعزت ما غيرت بس الاسم. أنا اسم الفني عقاب، الله يرحمه سيمو أسمر هو سماني عقاب. يعقوب قلت لي، قال لي هو مين؟ كيف قال لك؟ هل بالوحي؟ هل حسيت؟ بالروح القدس. ما هو بيقول ما في انسان بيقدر يولد من جديد. قال له شو يعني برجع على بطن امي؟ لنيكوديموس قال له لا، قال له عمري 50 سنه كيف بدي ارجع اولد من جديد؟ قال له الذي يولد من الرب يولد من الروح من فوق من عند ابي الانوار. يعني الله هو بده يولدك، بدك تقعد مع يسوع. ما حدا بالكون فيه يقول لك مين يسوع الا هو شخصيا، بس بده يجذبك له، بدك تقعد معه، بدك تترك كل هالدنيا وقتها. ليش نحن بس نمرض بس نوقع بمصيبه نركض لعند الله؟ لأن هيدا الأشياء هيك بجسمنا والأغراءات وكلها بعشت عنينا، بعش في شيء ينفعنا غير الله. وقت نقعد معه هيدي الجلسة الخصوصية ونطلبه من كل قلبنا، ساعتها يسوع بيكون جاهز يقول لك. يسوع عم يقول لكل البشر: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة أبدية. نعم. الآية واضحة: هكذا أحب الله العالم. يعني يسوع ما إجا كرمال حدا معين، إجا كرمال كل البشر. فنحن يسوع هلا عم يدق على باب قلب كل شخص، على باب كل قلب شخص بالصين بالهند مدري وين. هلا كل انسان كئيب، كل انسان بحاجه للخلاص، عم يدق على باب، عم يدق على باب قلبه، وعم يقول له ارتاح، تعال عندي من الاخطاء اللي حاططها على راسك، من خوف من جهنم، من عقابك، من كل شيء مصير، تعال عندي. بس افتح باب قلبك، هيدي النعمه يلي على الصليب انا
اخذتها مني مجانا، انا جيت نزلت انا اله الكون، جسدت على الارض حتى اقول لك قد ايه بحبك، مثل الولد الصغير وقت يكون عم يبكي انا وقاعد فوق هيك عم طلع فيه ما حيفهمني، بدي انزل لعنده، الله نزل لعنا، بحبك انا، انا هالقد بحبك. يعقوب يلي بيشككوا بالموضوع بيقولوا لك مش معقول يكون اله قد الكون والوجود وتعذب وصلب وقبر وقام ونكلوا فيه وشربوا خل وحطوا له شوك على راسه، وكيف اله؟ شو بتقول لهم؟ انا بقول لهم أنه الله يلي خلق البشر هو خلقهم وعارف الإنسان ضعيف، معارفه عنده شهوة وعنده خطية، وحتى أكثر ناس مؤمنين بيخطوا وبيرجعوا هذا، فهو عارفه مش قادر يخلص حاله، فهو نزل شخصيا لأنه بيحبه الإنسان. طب معقولة الله يخلق إنسان ويغلط آخر شيء يروح يحاسبه؟ طب كيف أنا جيت على الدنيا أنا من قراري، أنت جيت أنت قررتي قبل ما تيجي على الوجود، أنت قررتي تيجي شيء؟ أكيد لا لا. وأنت ما عندك أخطائك؟ كلنا جل من لا يخطئ، انا هي دايما بقول لها جل من لا يخطئ، كل انسان عنده اخطاءه. يلي خلق هالكون اذا عادل كيف بده يخلق ضعيف؟ وبدك تغلط كيف بده يرجع يحاسبك؟ هات لنشوف 100%. فهو عارف الانسان ضعيف بس بحبه بده يعيش معه بشراكه، وعارفه لا يغلط، عمل له العمل على الصليب الفداء وقال له انا بدي اعيش معك، تعال يا خي انت مش قادر لا باعمالك ولا بشطارتك ولا بقوتك ولا بالاشياء بتدفعها، ولا انه اذا عملت شغله هون بيرجع ما بتزبط معك. وفي ايه كمان كثير مهمه بيقول واغفر للناس زلاتهم كما نغفر ايضا لمن اخطا الينا. كمان وين المعضله؟ انه الصليب انعمل انه اذا بدك تروح تركع تحت الصليب تقول له يا يسوع انا بدي موت معك على الصليب، بدي اقوم معك بهذا الجسد الممجد، ما فيك تروح لعنده اذا مش عم سامع خيك. يعني هذه المعادله بقول لك ما انا ما بغلط، كيف انت ما بتغلط يا خيي؟ كلنا بنغلط. ايه او ببرر لحاله هو كل شيء، انا عملت هيك لانه هيك وانا معصوم عن الخطا، بس غيري هو عامل هيك وانا ما عندي شيء ضده بس هو عامل هيك. ما في كله بيغلط، نحن انسان. قبل ما تروح على المذبح روح تصالح انت وخيك وبعدين تعال عندي 100%. كل صلاتك وكل شيء هلا بالكون بيصير، إذا في بقلبنا شيء ضد خينا أو خينا عم يدعى علينا أو مش مبسوط منا، ترك كل شيء، الله مش عم يسمع منك يا حبيبي، روح تصالح مع خيك، شوفوا شو موجوع منك، بعدين الله ساعتها هونيك. نحن ليش هلا عم يصير فينا هيك؟ لأنه الله مش عم يشوف هالمحبة بين بعضنا، الله عنده بحبنا هيك، شوف عم نحب بعض، عم نسامح بعض لحتى يتدخل، وكل هالغضب اللي عم نشوفه، وكل هالأسى، وكل هالأشياء اللي مش عم نشوفها، والانحدار بكل النواحي الاقتصادية والفنية والاجتماعية وكل شيء كله بسبب بعدنا عن الله. والفن أنا كمان لأنه فنان بيسألوا كل بيطلع على البرامج شو القصة شو الحكاية، بكل بساطة أنا هلأ بشكر الأوتيفي هذا المنبر الحر، المنبر يلي بهالجمعة العظيمة عم خلينا نحكي هالحكي الحقيقي لحتى قلوب العالم تلمس، باش نطلع نرنم ترنيمتين بالفصحى مش مفهوم منه شيء أو مفهوم منه شيء، أو نحكي حكي ليسوع لانه مش بس بهاليوم مش بس بدنا نقعد نبكي على يسوع، ما يسوع من 2000 سنه قدم هالفداء وولد ولدنا من جديد، ولد مثل يعقوب الوف لحتى يشهد لمجده، لحتى في ناس هلا ضايعه رايحه على 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 الهاويه لحتى تخلص اليوم، لحتى نقول لهم شو هالعمل. وفي عامل ترتيل بتقول ترتيلي لاول مره بعمل ترتيله لانه انا عملت مثل سكان على كل التراتيل يلي حلوة ومتأثر فيها، بس ما في ترتيلي واضحة بتحكي من أول ما مشي يسوع درب الصليب، من أول ما مشي هذا درب على الصليب بالتفصيل حكيت وفصلت لحتى كل إنسان بالكون يفهم شو يعني يسوع. بقول أنه خي طب كيف أنت مثلا تعبد إله مات؟ لا يا حبيبي، يسوع إله حاشا أن يموت، هو أكبر من أن يموت، هو جسد بس اللي مات على الصليب، هو أخذ جسد يعقوب، أخذ جسد صحر، أخذ جسد كل الأديان وأخذها على الصليب ومات هناك على الصليب، موت هذا الخطية على الصليب، كانت عم تندعس بالمسامير، كانت عم تندعس كانت عم تنجلد وراحت هذه الخطية، ماتت على الصليب. لكن يسوع قام من الموت، يسوع قام من الموت، وكل إنسان بيآمن بهذه القيامة رح يقوم مع يسوع أكيد إن شاء الله. شكرا لك، شكرا على هالوصلة الحلوة. قلت لي دايما هيك أنت، يعني دايما الواحد بس يكون مؤمن بالشيء اللي عم بيعمله وبيحبه، دايما بيكون عنده مستجدات، دايما بيكون عنده نشاطات، دايما بيكون عم بيفكر شو النكست، يعني بيكون أنجأ ملحق وبيقول لا
بدي في شيء هلا بدي اعمله، شو النكست عندك؟ شو بشو هلا عم تفكر؟ تشتغل بركي ترنيمة جديدة، بركي لحن جديد، بركي كلمة جديدة؟ في اشياء كثير هلا عم محضرها، في هلا كمان عم حضر تمثيلي اسمها يعني جميل سيدي، ان شاء الله بدها تنزل على الفصح. وبالاضافه انه انا مرنم وانا عايش مع يسوع وعايش كرمال هيدا الهدف الكبير السامي، يعني هو الفن الاساسي خلق كرمال الموضوع. كمان احنا بالمجتمع عايشين، انا كمان فنان كمان يعني بحب الراحل الكبير وديع صافي وست فيروز، بعدني بهالجو كمان يعني. بس وين بتلاقي نفسك اكثر، لما بتأدي ترنيمه دينيه نابعه من القلب، او كمان لما بتأدي يمكن اغنيه وطنيه وكمان بتكون نابعه من القلب؟ بيجوا بالتدرج حتى ما نيجي واحد يروح كمان الاكستريم ويحط عليه نقط انه انت بتحكي هيك وهيك. بتبلش بتدرج اكيد. الحب هو الله خلق الحب بين البشر لحتى يستمر الكون، خلق الوطن، خلق الام، ففي في كثير مواضيع انا بتناولها. بس كل شيء، بس حتى اقول لك شغل، كل شيء على الارض بنعمله هون بضل، كل شيء كل شيء من اهداف من احلام من طموحات، وحلو الانسان لانه بده يعيش يستمر خبزنا كفاته، بس كل شيء بتعمله يسوع بضل معك من هون الى الابد. يعني انت وين بتحط مصرياتك؟ بمحل بضل العمر كله ولا بمحل بعد يومين ثلاثه راح يروحوا؟ فاكيد كل شيء استثمار بنعمله مع يسوع هو للأبد، وكل شيء استثمار عم نعمله هون بالأرض لحتى نستمر بس. فالفرق بيناتهم أنه أنا وقت كون عم رنم ليسوع، إذا بعيد الترتيل 10,000 مرة فيها حياة، فيها شيء حقيقي، فيها أبدية، فيها خلاص، فيها رجاء. أما الأشياء على بالأرض الدنيوية توصل للمحل رح يجي نهار تنتهي يعني. أكيد. يعني نحن بدنا نشكرك يعقوب عبيد، فنان ملحن ومرنم، شكرا على الترنيمة الحلوة يلي سمعتنا إياها، جمعة آلام عم نعيشها بكل حزافيرة مع العذراء مريم ومع يسوع المسيح يلي قبر وقام وجلد وتعذب وقام باليوم الثالث ليقلنا أنه شو ما صار بالحياة في قيامة، ولأنه نحن أولاد الأمل ونحن أولاد القيامة دايما دايما منضل نتذكر هيدا الشيء، أنه لو شو ما صار اخرتها في قيامه، مش هيك؟ أمين. ونحن اولاد الرجاء، ولو ما عندنا هيدا الايمان ما بنقدر يا يعقوب نكفي برغم من كل الصعوبات يلي عم تحيط فينا. واكبر دليل انا لو 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 ما في قيامه كان يعقوب اليوم مش قاعد هون وعم يشهد ليسوع، هيدا اكبر دليل يعني. نعم. على القيامه. اهلا وسهلا فيك، شكرا لك. اصدقائنا نحن لهون نوصل الى ختام برنامجنا الصباحي، رينا جارو كل الاكيب العامل يورجو الي، ان شاء الله ما كون نسيت حدا، قولوا لي اذا في شيء اسم ما ذكرته، زميلتي ميسا حاب، مايكل، انا من لكم يا اصدقائنا اليوم فعلا هيك روحوا على القديس، تذكروا جروحات السيد يسوع المسيح، تذكروا عذابات مريم، وقولوا نحن لو قد ما تعذبنا بحياتنا من ربا من عذابات مريم ويسوع. وأكيد بكرة بتمام الساعة 8:30 صباحا زميلتي ميسا حاب وأنا منكون معكم كمان لنحيي سبت النور، إن شاء الله من هلأ لبكرة تضلوا بألف خير، إلى اللقاء.